السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. إكرام بيلا نوفا كتوصل لواحد الدرجة من اليأس والإحباط. صراحة هي بغات تبني حياة جديدة بعيدة على هذا الاستعباد وهذا الشيء كامل اللي وصلت ليه من خلال الزوج ديالها اللي عانت معه كيف كتقول لواحد الفترة. عيات ما تصبر واضطرت أنها تدخل المصحة نفسية مرة وجوج وثلاثة. هي وصلت لواحد القرار نهائي هو الطلاق، بغات أنها تبدأ حياة بواحد نفس جديد. كنتمنى منكم دعواتكم لإكرام بيلا نوفا وأنها تخرج من هذه الحالة النفسية وأنها توقف مع وليداتها وترجع تبني حياتها من جديد بعيد عن كل المشاكل. خليكم مع إكرام بيلا نوفا واسمعوا منها. مابقيتش قادرة نستحمل، مابقيتش قادرة مكذبش عليكم، مابقيتش قادرة نستحمل. راكم عارفيني علاش نهضر، لحقاش عييت وزعما ما يمكنش الحب المجنون مرة أخرى. هذه تاني مرة تتوقع لي في حياتي، هي أن شي واحد تيبغيك بواحد الجنون ديال أوبسيسيون، تيولي أنتي ديالي، أنا قلت لك يا ديالي يا غادي ندمرك، يا ديالي يا غادي نمحيك. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، يعني لا يعقل ولا يعقل أن هذه الحياة تبقى مستمرة بالطريقة. طبعا ماشي سهله لحقاش، شوفوا انا راه بوحدي هنا، ما عندي لا عائله لا خوت لا احباب لا خوال لا عمام لا حتى شي واحد واقف شد لي ظهري، يعني بوحدي ماشي مشكل. تجيني الدموع ماشي مشكل، غادي نخضر وغادي نفوت هاد المحنه وغادي نبدا ازيرو وغادي نبدا حياتي من الصفر كيما درت قبل. غادي نعاود نديرها دابا وان شاء الله باذن الله يعاود كل شيء يمشي هو هذاك بجد الله. واخا ماشي سهله لكن غادي نقدر. طبعا حشومه نقول ما كاين حتى واحد، كاينه مانار اللي هي صاحبتي واختي اللي واقفه في جنبي في اي يعني في اي موقف فين ما كانت شي حاجه تكون في جنبي. يعني حشومه انا نكر، ولكن تنقول زعما كعائله ما تحسش براسك مقويه، يعني ما تحسش براسك عندك ركيز علاش تقوي. المهم اصبر ديلتي غسلتها ودرتها تنشف، نبدلو الموضوع غسلت صبر ديلتي ودرتها تنشف فوق الله فوق شوفو شتي يقولوا لي بالعربيه. المهم الترموسيفون الهايتسونغ. المهم ان شاء الله كيما قلت لكم غادي نبدا بشويه بشويه، عندي بزاف ديال المواعيد ملي غنخرج من هنا مع اليوغا نتا على حساب الدراري. غادي نشوفو شنو غادي نديرو في الدراري. راهي انا قدر يبغي يبقى مع باه، انا ما عنديش مشكل، واخا ريان ما باغيش يبقى مع با، باغي يجي عندي وباغي يبقى معايا. وجوليا من طبيعه الحال باقا صغيره خاصها تبقى معايا، من طبيعه الحال هادشي كله غادي نريقلو مع اليوغا نتا ماشي غنلحق وشد الدراري ولا غنلحق وهاك الدراري. يعني خاصك تكون عندك الدار وتكون، يعني ماشي تقولي ليهم انا خارجه من السبيطار فين غاديه فين ساكنه فين تي اش عندك فين غنحطوا لك الدراري. من طبيعه الحال ماشي ساهل، يعني واحد الفتره غادي نكون بوحدي اللي غادي نبني فيها واحد شويه راسي نكري نعول على راسي. المهم نهز طوموبيلتي نهز حوايجي وداك الشيء ديال الموبيل وداك التخربيق وداك ماريوات وداك القشقوج وداك التخربيق ما عندي ما ندير به، نعاود نشري نمشي على ايكيا نشري داك الشيء على قدي غير على قدي غير ايكيا بارك عليا وداك الشيء بارك عليا نشري من تما ونقاد وندير لولادي فين يكونوا عندي والله يعاون العونات. صافي هادشي اللي كاين لحقاش فعلا ما بقى ما يتلبق ما بقى ما يتخيط ما بقى عييت 12 عام وانا مع هاد السيد 12 عام ما على فلوس ما على طمع. شفتوني درت منو شي حاجه دار لي شي فيرالي دار الفلوس عاد يستوكي فيهم في الكونت. المهم تلا كانت تسمعني شي بنت مغربيه عندها انتغي ديجا داروها هاي كيسمعوني كنهضر على المشاكل ديالي تيمشيو عيطوا لي تيقولوا لي نجي عندك انا نقابل لك الدراري وانا احسن منها. سير اختي قابلي لي الدراري وسير عنده اختي شوفي واش عطاك داكشي اللي شكال هذيك اللي دات القرعه غدير لي بشعرها داكشي اللي دات القرعه غدير لي بشعرها. المهم هو كيما قلت لكم واصل لواحد الدرجه ديال الهوس مريض بيا وليت تنبان لي انا بحال المرض، يعني ولا واحد القضيه ما كايناش ديال صافي ما بقيناش مفاهمين سيري الله يعاونك شدي طريقك. لا حتى راجلي الاول نفس الطريقه، راجلي الاول كان تيست عليا وتيمشي للخدمه تيست عليا متيخليش ليا منين نتنفس ولا منين نخرج، وهذا بغى يدير ليا نفس السيستيم ولكن بطرق اخرى طريقه ديال القوالب وديال. المهم ما علينا البنات من هاد الهضره كامله، دابا اختي غنشرب قهوه وصافي. بركة عليا دعوا معايا دعوا معايا.